خلينا ناخذ نايم عن الأنالينيكال بلونر. هلا بما إنه تكنولوجي is advancing وعم تتغير especially the speed of computation، يعني قد إيه السرعة إنه نقدر نعمل حسابات، ال memory capacity، ال storage وال display، صار عنا ال soft copy plotters. هلا soft copy plotter هن نفس المبنى تبع الأنالينيكال بلوتر، بس بدل ما أنا أعمل سيرفو موتور وإنكودر لأعمل measurement، أستعمل digital imagery، يعني أنا هون كل إعتمادي على البيكسلز. mention إنه soft copy plotters work with digital images. As we all know, digital images are usually large files, so that's why it's very important in the computer of our main component of a soft copy plotter, who is a computer, يكون عنده high resolution graphics display. يعني هو قادر يفرجيني هالصورة، مش انه انا اذا عملت zoom in او zoom out يعلق الكمبيوتر، وبنفس الوقت يكون عنده الابيليتي انه يقدر يعمل processing للarge digital images efficiently، يعني مش انه والله بده 10 ساعات كرمال يعمل لي display. Another thing that's very important، احنا قلنا عم نعمل stereo pair، فانا وقت بدي اشوف stereo vision اذا بتذكروا من الفوتوغرامتري من last year، بتحط انا left image و right image بيكون في overlap، بس اطلع عليهم بقشع stereoscopic vision، يعني عم بقشع 3E، فكرمال هيك انا لازم الكمبيوتر يكون قادر انه يفرجيني left image كرمال شوفها left eye و right image شوفها right eye، كرمال انا اقدر اقشع stereoscopic. كرمال الكمبيوتر يقدر يفرج ال right image لل right eye وال left image لل left eye، عنا شيء اسمه polarizing filters، يعني أنا عم بعمل polarization. اللي بيصير هو إنه أنا مثلا عم بعمل projection لل left image، بعملها ال stripes فرضا vertically، طبعا ال right image بيكونوا horizontally، وبستعمل أنا عينات اللي هي بتكون ال left lens مثل البروجكشن تبع left image، يعني vertical، والright lens بتكون horizontal. فهيك بقدر انا بشوف left image بالleft eye والright image بالright eye، بس اطلع عليهم both ساعتها بصير عندي stereoscopic vision. انا وقت بدي اعمل measurement على الimage لازم انطلق من شيء معروف او شيء يقول لي انا وين، اعرف الله وين خطبت. فمن هالمبدأ في عنا الفلوتينج مارك او اللي هي الاندكس اللي شفناها بالبلوتر باللكشر الماضي. هلا بالنسبة للفلوتينج مارك هي مثل صليب مقسوم قسمين، قسم على الليفت ايمج وقسم على الرايت ايمج. فاللي بيصير عندي انه انا وقت زيحهم او حرك هول السنتين واجمع الكروس هير اللي هي تبع اللف مع تبع الرايت واللي نجمع مع بعض ويبين عندي هاي الفلون مارك، ساعتها انا بصير اقدر اعرف اعمل الميجرمنت. هلا نفس الشيء عنا مبدأ تاني اللي هو بدل ما انا استعمل هول الفلون ماركس وخنكهم وغيرهم، فيي انا اجي ونضوي يعني جيب لايت على كم بيكسل بيصير الشمال ونفس الشي بيصير اليمين، فانا وقتها ينجمعوا مع بعض هول البرايتنس بيعطوني هاي كونتراست، يعني بقدر انا بصير ميز هاي البيكسلز عن الامج اللي حواليها عن السراوندينج او الباك جراوند اللي حواليها. فكرمال هيك بصير انا بقدر اعرف انه انا وين، يعني انا مثلا هاي البوينت او البكسل او الاريا اللي انا مضوية او الفلوتينج مارك اللي هي الكروس هير وقت احطها فوق اوبجكت، ساعتها بصير انا عارف اوكي انا هون عشمالي في كذا على يميني
في كذا وإلى آخره. طيب أنا لشو بعمل كل هالخبرية هاي؟ إنه أنا ليه بنقي الفلون إن مارك أو إنه بنقي تكسر ونطوي عليها وإلى آخره. الهدف منها أو الأدفانتج تبعها إنه أنا بقدر من خلال الصفقة في فلوتر ضل الكوردينتس بلحظتها، يعني ما في داعي أنا أعمل حسابات وكالكوليشنز ومن شو. بجي بكل بساطة أنا وقت أحط هالفلوت إن مارك على فيتشر معينة اللي أنا بدي إياها بقلب الصورة، بكبس كبسة لحاله بيعطيني الكوردينتس تبع هالفيتشر. هلا عملية إنه أنا عم اجمع هول البروفايلز، ما نحن قلنا انه عندنا وحده على اللفت وحده على الرايت، فانا عمليه جمعهم لهول البروفايلز بسميها image matching. هلا بالنسبه لل image matching، هيدا موضوع منه ولا نحن حنفوت فيه بالتفاصيل من بعد ما نعمل الاورينتيشنز. بس هلا بالمبدا اهم شيء نعرف انه انا مجرد ما انه قربت هول التو بارتس جمعتهم وطلعت كوردينتس كرمال انا اجمعهم عملت شيء اسمه image matching. هلا اول نوع من الاورينتيشن اللي حنحكي عنه هو الانتيريور اورينتيشن، الباقيين حنحكيهم باللكتشر إن شاء الله. هلا شو الهدف من الـ Interior Orientation؟ إذا بتطلع أنا على الفكرة اللي عندي هون، في عندي أول coordinate system هي فوق هي X Y Z. هاي system أو هي الـ Image Coordinate System center لها هو الـ Perspective Center تبع الصورة. هلا إذا بتطلع أنا تحت في عندي الـ Image، بقلب الامج في عندي الفيديوشال ماركس. نحن باللكشر الماضي مرق معنا ان الفيديوشال ماركس هن البوينتس على الكورنرز تبع الصورة، واللي هن جد مرقوا معنا باللعب. هلا فعليا في عنا نحن نوعين من الفيديوشال ماركس، اول نوع يلي هو على الكورنرز، والتاني نوع يلي هو مبين عنا هون بالصورة، اللي هو بيكون عندي على كل segment أو على كل edge من الصورة بنصه فيه فيديوشال مارك. بس بالحالتين أنا بيكون عندي 4 فيديوشال ماركس، وطبعا فيني أجمعهم بصير عندي 8 فيديوشال ماركس، بس إجمالا بنعطي من 4 يا أما على الكورنرز يا أما على النص. هلا إذا بجي أنا وبجمع أو بعمل join بين الفيديوشال ماركس اللي هن على الاكس اكسس اللي هن على الشمال وعلى اليمين، اللاين هلا حيطلع بارلل على الاكسس او اكس بالكوردينيت سيستم اللي فوق. نفس الشيء اذا بعمل جوين للفيديوشال ماركس فوق وتحت، هاللاين حيطلع بارلل على الاو واي. هلا هول التو لاينز يلتقوا ببوينت اف سي اللي هي في النوشل سنة. هلا في عنا نحنا بوينت تاني مهمة اللي هي ال بي بي. احنا قلنا انه السنتر تبع الكوردينت سيستم اللي فوق هي ال برسبكتيف سنتر. انا اذا بجي بعملها بروجكت من ال برسبكتيف سنتر على الايمج اللي تحت، حيطلع عندي ال برنسبل بوينت اللي هي بي بي. هلا هون انا لانه صرت عم اشتغل بالبيكسل كوردينت سيستم بس اعمل رو وكولم. هلا انا نحن قلنا انه الاف سي هي الانترسكشن بين هول اللاينز تبع الفيديوشال ماركس، يعني هي الفيديوشال سنتر، فانا بدي اجيب البي بي بالنسبه للاف سي. فاذا بعمل بروجكت وبقيس المسافه من البيربنديكولر على الاف سي، حتعطيني هي الاكس للبي بي، ومنها لللاين اللي فوق حتعطيني الواي لها بها السيستم رو وكولم.
نقطة تانية المهمة اللي عندنا اياها هون على الصورة هي ال PS. ال PS هي Point of Best Seller. شو يعني؟ نحن قلنا انه ال FC هي ال Financial Seller. انا ال PS هي ال Point with Minimum Error. فانا هون مثلا عم بتجه من ال PS باتجاه ال P. انا كل ما عم ببعد من ال PS عم زيد ال Error تبع ال Point بالنسبة للسيستم فوق اكس واي زد. يعني انا عندي ال PS عم بنطلق منها هي minimum error، عم بطلع بريدنس، يعني كأنه انا عم بفتح سيركل واطلع منها. كل ما بكبرت هالسيركل، كل ما بعدت عن ال PS، كل ما انا عم زيد ال error تبع هالنقطة بالنسبة للسيستم اللي فوق. نرجع على ال point P، لأنه عندي أنا السيستم XYZ حيكون عندنا XP YP، بينما Z هي ال F. هلأ إذا بننتبه نحن ال F جاي نزول، فكرمال هيك بنقول إنه ال P هي XP YP و minus F. يعني بالمختصر أنا كل هدف من ال Interior Orientation إنه أنا أربط أعمل connection بين السيستم اللي فوق XYZ والسيستم اللي تحت يلي السن اللي لها هو FC. يعني أنا عم بربط بين الـ Image Coordinate System والـ Pixel Coordinate System. هلأ نحن حكينا إنه في عنا نحن الـ Image Coordinate System وعن الـ Pixel Coordinate System، وربطنا بيناتهم أن إنه هي هو كل الهدف من الـ Interior Orientation. طيب انا ربطت بيناتهم وفهمت شو صار وليش وكيف. طب انا كيف بحول من هاي لهاي، من بيكسل ل image coordinate؟ نحن حكينا انه عندي انا ال point P هي ب image coordinate system. في عندنا coordinates XP YP وZP، وهي هاي ال point نفسها بال pixel system عندنا RP وCP. شو يعني RP وشو يعني CP؟ RP يعني الـ Row تبع الـ P، و CP يعني الـ Column تبع الـ P. يعني أنا بدي أروح من Row Column لـ X Y Z. هلأ نحن already شرحنا إنه Z للـ P هي minus F، ما حنفوت فيها. نبقى عن الـ XP والـ YP. طيب قبل ما فوت بالفورمولا، النقط اللي عندي تحت من الـ R0 و C0 و PR و PC. دايما وقت اقول R و C يعني Row Column، يعني انا من Coordinate System اللي تحت. فوقت اقول R0 و C0 يعني انا عم بحكي عن ال Coordinates او عن ال Row و Column تبع ال Principal Point اللي هي P P. بينما ال PR و ال PC هن Yes ال Pixel. نحن مش قلنا انه ال Image هي مجموعة Pixels وكل Pixel هي Unit. هلا هي اجمالا بيكون يا سكوير يا ركتانجل، معظم الحالات سكوير، يعني بيكون اللينث والويدث بيساوي بعض، مثلا 5 بـ5، بس في اوقات بيكونوا غير بعض. هلا في حال كانوا غير بعض، ال PC هي الويدث لإلها، سوري اللينث لإلها، يعني انا قياسها على الاكس، وال PR هي قياسها على الواي. فبجي انا لحول من أو بين XYZ و column و row، بقول إنه ال X لل P هي CP minus C0 مضروبة بال PC يعني بقياس ال pixel، وال Y هي minus RP minus R0 ضرب PR، وأنا لأن إنه ZP هي minus F. بنرجع على موضوع transformation from pixel coordinates to financial system XF YF. إن ال pixel coordinates يعني عنا RP و CP، من financial system XF YF يعني أنا عم طلع ال coordinates لل point P بالنسبة لل system XYZ. كرمال انا حول في عندي هاي الـ General Formula XPF هي A11RP plus A12CP plus A13، نفس الشيء على الـ YPF. هلا شو يعني A11 و A12 إلى آخره، هلا حنشوف بالسلايد اللي بعده.
هون في عنا behind the scenes زمانا، انه انا من وين جبت هاي الاكويشن اللي بالسلايد اللي فوق. هلا انا كرمال جيب ال x بي اف وال y بي اف اللي هن ال coordinates تبع ال point P بس السقم اللي فوق، بجيب اول matrix اللي هي s cosine alpha minus s sine alpha s sine alpha s cosine alpha، بحيث انه ال s هي ال scale factor والألفا هي الأنجل بين ال y axis اللي فوق واللي تحت، بنضربهم ب r p و c p اللي نحنا قلنا انه هني هولي الرو والكولم، وبنجمعهم مع x 0 و y 0 اللي هني من الكاميرا كالبريشن. بناء على هال ال equation، يعني انا وقت اضرب ال matrices واجمع، حيطلع عندي الفورمولا اللي هي بالسلايد اللي فوق، وبيبين معي انه ال a 1 1 هي ال s كوساين الفا، ال a 1 2 هي minus s sin الفا، وال a 1 3 هي x 0. دائما ان ثيوري بنقول انه everything is perfect، بس طبعا هاي الاشي ما انه مزبوط. يعني من الاشياء اللي نحنا كنا نقولها انه انا اي object على surface p خلعيني image p في بيناتهم straight line، ولكن هالشي مش مزبوط، لانه انا من الاشياء اللي بتأثر علي هي الاتموسفيريك ريفراكشن، يعني انا ال p زاحل صارت على ال p prime. فلصلح الارون او اللي هو ال ER اللي هو ال displacement، يعني انا الان زحل من الموقع اللي مفروض كنت فيه للموقع اللي انا فعليا فيه من ال p على ال p prime. ال ER هي k على ان هو ال equation لألها times r plus r cube على f square، والآن هي المسافة من الـ principal point على الـ image النهائية اللي هي P prime. يعني نوع من الـ error هو بسبب الكاميرا imperfection. نحن مثل ما بنعرف ما في عنا كاميرا perfect، دايما في عندي نوع من الـ error، ولكن دايما في عندي نقطة فيها ولا error أو minimum error اللي هي الـ PS اللي حكينا عنها قبل. هلا انا كل ما ابعد عن ال PS عم بزيد عن ايميل ال R. هلا هل ارون هو R صغيرة يكون راديكال x سكوير بلس y سكوير، بعمل له بروجكت على ال x بيعطيني هو x على R داينز دي اي اللي هو ال distortion، ونفس الشي على ال y هو y over R ضرب ال distortion. هلا نحنا كل ما صغرنا الأرون يعني عم نقرب أكثر من بي اس، وكل ما كبر يعني عم نبعد عن بي اس. آخر نقطة لهالليكشر هي قصة الأرونز وقت أكون عم بعمل أنا interior orientation على السوفتوير. يعني هون بس نفس المبدأ تبع الليكشر الماضي باللاب، اللي هو أنا كيف عم حط الفيديوشن ماركس، كيف مفروض أعمل زوم إن للماكسيموم كرمال أنا أقدر أحط المارك 100% محلها، وأعمل مينيمايز للأرون، لأنه أنا إذا عملت كليك للفيديوشن مارك بعيد عن السنتر حكبر الأرون عندي. فكل اللي عم بيخبرونا إياه هون هو هالموضوع.